أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت وأيضا السلع العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال، والبداية بأبرز العناوين. مكاسب جماعية في أسواق المال العربية نهاية تعاملات الخميس. جلوبال للاستثمار الإماراتية تستحوذ على 30% من الشرقية للدخان المصرية. أبوظبي تتفق مع بورصة نيويورك لتنشيط الطروحات المزدوجة في السوقين. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية نهايات الأسبوع أو تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3,239,000,000. صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 24,383 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.97% عند مستوى 4,865 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.10 عند مستوى 7,159 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة مصر للفنادق بنسبة 20% ليغلق عند 192 جنيها، يلي سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 9.70% ليغلق عند 87 قرشا. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 9.59% ليغلق عند 29.59 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 4.85% عند 80 قرشاً. ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.43% عند مستوى 9,607 نقاط، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1,023,000,000. من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقت 24 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة الخليج الاستثمارية بنسبة 12.59% ليغلق عند 1.10. كما ارتفع سهم شيميرا ستاندرد أند بورز باكستان بنسبة 5.50% ليغلق عند 4.34. كما أغلق سهم سوداتيل للاتصالات المحدودة مرتفعا بنسبة 6.38% عند 0.30 درهم. بينما انخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 10% عند 0.72 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.60% عند مستوى 3,984 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 328 مليون درهم. من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات بينما انخفضت أسهم 16 شركة، بقيت 10 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة الإمارات ريم للاستثمار بنسبة 2.76% عند 3.34. كما ارتفع سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة بلغت 2.18% ليغلق عند 0.32 درهم. ارتفع أيضا سهم بنك دبي التجاري بنسبة 1.91% ليغلق عند 4.79.
بينما أغلق سهم أمانات القابضة منخفضا بنسبة 5.64% عند درهم فاصل 17. وعلى مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي ست دولات اليوم على صعود بنسبة بلغت 0.54% عند مستوى 11081 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6.456 مليار مليون. جاء سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.69% ليغلق عند 0.14 ريال. تلا سهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 7.10% عند 13.28 ريال. كما ارتفع سهم شركة طيبة للاستثمار بنسبة 5.58% عند 28.40 ريال. بينما تصدر سهم شركة السعودية لصناعة الورق قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.81% عند 36.25 ريال. أما في السوق الكويتي، فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعاً بنسبة 0.19% عند مستوى 7292 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 54 مليون دينار. وجاء سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.16% عند مستوى 0.82 دينار. تلا سهم الاستثمارات الوطنية بنسبة بلغت 3.55% عند 0.20 دينار. أيضا تلا سهم أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 2.22% عند 0.18 دينار. بينما تصدر سهم شركة أعيان للإيجار والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 1.81% عند 0.16 دينار. على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى المدرجة في بورصة مصر بنسبة 37% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة مع 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 32% لتصل إلى 18.4 مليار جنيه. كما ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة رايا القابضة للاستثمارات المالية 63% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل لنحو 393 مليون جنيه، فيما تجاوزت إيرادات النشاط 22 مليار جنيه مقارنة مع نحو 14 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أرجعت مجموعة رايا المدرجة في البورصة المصرية نمو الإيرادات لعدة عوامل، أبرزها زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية التي مثلت 26% من إجمالي أعمالها. على مسار تكامل الأسواق العربية، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس المصرية إبراهيم سرحان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدم طلباً لهيئة الرقابة المالية المصرية منذ شهر لزيادة حصته في الشركة بنحو 2%، قد بدأ الصندوق فعلياً بالشراء لزيادة حصته. أضاف سرحان في تصريحات اليوم إنه سيتم الإعلان قريباً عن شريك في مجال المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودية، مشيراً إلى أن السوق السعودية تنمو بمعدلات كبيرة. في المقابل تعتزم شركة إي فاينانس المدرجة في بورصة مصر افتتاح فرعها في السعودية خلال نوفمبر الجاري. على مستوى صفقة الاستحواذ، أعلنت شركة إي إف جي هيرمس عن إتمام الخدمات الاستشارية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 625 مليون دولار.
والتي تتضمن الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان إستر كامباني، أكبر منتج للسجائر في مصر، وذلك من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة. كان مجلس الوزراء المصري وافق على هذه الصفقة في 3 سبتمبر الماضي. وتعتزم الحكومة المصرية طرح أكثر من 30 شركة حكومية، إما عن طريق البيع لمستثمر استراتيجي أو طرحها للبيع بالبورصة، مستهدفة جمع 2 ملياري دولار بحلول يونيو القادم. وقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك، وهي جزء من بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج المدرجة في بورصة نيويورك. تهدف المذكرة إلى التعاون في عدد من الأنشطة الرئيسية، بما في ذلك الإدراج المزدوج للشركات في كلا السوقين الماليين. سيقوم سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك باستكشاف الفرص المتاحة لتطوير صناديق الاستثمار المتداولة وأيضا منتجات البيانات والمؤشرات، بالإضافة إلى تعاون في المبادرات المتعلقة بالاستدامة. وتأتي هذه المذكرة في أعقاب الإعلان الأسبوعي الماضي عن قيام السوق باختيار شبكة آيس العالمية لتزويد المستثمرين المؤسسين العالميين بإمكانية الوصول المباشر إلى بيانات السوق وإدخال الأوامر. أعلنت شركة كيو القابضة المدرجة في بورصة أبو ظبي أن مجلس إدارتها سيناقش خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 21 نوفمبر الجاري قيام الشركة بالاستحواذ على 100% من رأس مال شركة وأصول عقارية أخرى، وذلك مقابل إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم في رأس مال الشركة لمساهمي الشركات المستهدفة ومالك الأصول المستهدفة أيضاً. أشارت الشركة في بيان إلى أن الشركات المستهدفة التي سيناقش مجلس الإدارة الاستحواذ عليها تشمل كل من شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض، شركة مدن العقارية وميزة للاستثمارات، وشركة أوركس أكشن. تتجه المملكة العربية السعودية للسماح للأجانب بتملك أسهم في شركات مدرجة في السوق المالية السعودية تمتلك عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان على موقع تداول إنها تستطلع آراء العموم حول ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم هذه الشركات، وأشارت إلى أن الضوابط التي تستطلع الآراء بشأنها تتيح للمستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة والتي لديها عقارات استثمارية داخل حدود المدينتين، شريطة ألا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراد أو مجموعة مع نسبة 30% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة. ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر الجاري بنحو 0.87% مقارنة بالأسبوع السابق عليه. وفقا للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، تصدرت البورصة المصرية البورصات العربية على صعيد التحسن المسجل في القيمة السوقية بنحو 6.32%. كما ارتفعت بورصة أبو ظبي بنحو 1%، وشهدت القيمة السوقية لبورصات كل من الكويت ودبي والسعودية والبحرين ومسقط تحسناً بأقل من 1%. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ حسام عيد محلل أسواق المال. مرحباً بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلاً وسهلاً بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. أهلاً بحضرتك أستاذ حسام. يعني في البداية، ما أسباب مواصلة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وتجاوزه مستوى 24,300 نقطة؟ هو زي ما تابعنا كده خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري شفنا فيه كسر لمستوى دعم هام جدا وهو مستوى ال 24,000 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع، وده كان ناتج عن عمليات تصحيح بالأسهم القيادية المقيدة بالمؤشر الرئيسي، وناتج أيضا عن اتجاه المؤسسات العربية والأجنبية أيضا نحو البيع، ولكن سرعان ما حدث انتهاء لهذه حركة التصحيح وجني الأرباح، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء مرة أخرى بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو مستوى الـ 24,000 نقطة، وده اللي دفع المؤشر الرئيسي لاستعادة واسترداد مستوى المقاومة الهام جدا وهو مستوى الـ 24,000 نقطة والاستقرار والإغلاق أعلاه،
وده اللي دفع او انعكس ايجابا او استمر في الانعكاس ايجابيا على اداء المؤشر الرئيسي بتعاملات نهايه الاسبوع بجلسه اليوم، وشهد صعود منذ بدايه التعاملات واغلق على صعود بمقدار 244 نقطة بنسبة صعود تجاوزت 1%، وسجل مستوى إغلاق عند مستوى 24383، وده كان مدعوم بارتداد الأسهم القيادية أغلب الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر الرئيسي، وأيضا اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء، بينما اتجهت المؤسسات المصرية نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من القمم التاريخيه للمؤشر الرئيسي. ولكن يعني نتوقع ان يكون في استقرار للمؤشر الرئيسي، اعلى مستوى الدعم الرئيسي ل 24000 نقطه، ده اللي هيكون دافع ودعم قوي جدا لاداء المؤشر خلال الفتره المقبله، مع استمرار اتجاه المؤسسات الماليه العربيه والاجنبيه نحو الشراء وفتح وزياده مراكزهم الماليه بالاسهم القياديه، ده اللي هيستمر في الانعكاس الايجابي او استمرار الاداء الايجابي وتحقيق قمه تاريخيه جديده واستهداف مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الشهر الجاري، وتحديدا عند مستوى ال 25000 نقطة إن شاء الله. نعم، ده بالنسبة للمؤشر الرئيسي أو الثلاثيني. ما هي توقعاتك أيضا لمسار المؤشر السبعيني بالبورصة المصرية والذي استمر اليوم في الصعود القياسية؟ يعني احنا شاهدنا خلال تعاملات الفترة الأخيرة شفنا فيه صعود للمؤشر السبعيني، وده كان ناتج عن نشاط او البدء في تحركات الاسهم الصغيره والمتوسطه والمتاجره السريعه مع اتجاه الافراد المصريين والعرب والاجانب نحو الشراء وفتح وزياده مراكزهم الماليه بالاسهم الصغيره والمتوسطه والمتاجره السريعه، والتي كانت لم تشهد اي صعود او اي تحركات ايجابيه خلال الفتره الماضيه، ولكن ده كان انعكس ايجابا على اداء المؤشر السبعيني ودفع المؤشر السبعيني للارتداد والخروج من حاله الجمود اللي كان يشهدها خلال الفتره الماضيه، واغلق عند مستوى 4865 بصعود قدره 46000 نقطه، وهو مستوى قياسي جديد، واعتقد ان احنا هنشوف فيه مزيدا من الاداء الايجابي بالنسبه للمؤشر السبعيني، هيكون مدعوم باستمرار الاداء الايجابي والصعود لاغلب الاسهم الصغيره والمتوسطه والمتاجره السريعه والتي ما زالت ليها مستهدفات سعريه مرتفعه ولم تشهد او لم تحقق اي من هذه المستويات خلال الفتره الاخيره. اعتقد ان احنا ما زلنا يعني نحتاج الى تحقيق مستويات للاسهم الصغيره والمتوسطه والمتاجره السريعه مرتفعه لم تشهدها بعد، اعتقد ده هيكون داعم ودافع قوي جدا للمؤشر السبعيني لتحقيق مستوى ال 5000 نقطه قبل نهايه الربع الاخير من العام الجاري ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا استاذ حسام، اعلن اليوم عن اتمام صفقه استحواذ شركه جلوبال للاستثمار الاماراتيه على 30% من اسهم شركه الشرقيه للدخان، هل لكم ان تطلعنا على التوقعات بشان ملف الاستحواذات وايضا اثر ذلك او تلك الصفقه على اداء اسهم الشرقيه للدخان؟ يعني احنا شاهدنا منذ العام الماضي عدد من الصفقات من قبل المؤسسات الماليه وخاصه العربيه على بعض الشركات القياديه بمختلف القطاعات الانتاجيه بالاقتصاد المصري، وده كان ناتج عن وجود فرصه قويه جدا لتحقيق ارباح على الاموال المستثمره في الاقتصاد المصري، وهناك ايضا فارق كبير جدا ما بين القيم العادله لاغلب الشركات الرائده في مجالاتها بمختلف القطاعات الاقتصاديه بالاقتصاد المصري وما بين القيم السوقيه، وده اللي دفع اغلب المؤسسات العربيه الى المزيد في عروض الاستحواذ على حصص في بعض الشركات الرائده في مجالاتها. وطبعا زي ما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مطلع الاسبوع الماضي مطلع الاسبوع الجاري ان هناك يعني لجنه خصصت من قبل الحكومه المصريه لمتابعه تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه بعد ان شهد نجاح الصفقات او اتمام الصفقات التي حدثت منذ العام الماضي والعام الجاري ايضا، واعتقد ان صفقه الشرقيه للدخان هي استمرار لنجاح تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه، وطبعا ده انعكس ايجابا على الاداء المالي لاغلب الشركات التي تم الاستحواذ على حصص بهيكل ملكيتها، وشفنا فيه اداء جيد جدا بالنسبه للاداء السوقي في البورصه المصريه لهذه الشركات، شفنا فيه صعود باكثر من 300% و 400% ايضا بعد اتمام عمليات الاستحواذ. واعتقد ان شفنا كمان اداء مالي جيد جدا، وانعكست هذه الاستحواذات على الاداء المالي الجيد جدا بالقوائم الماليه. لسه كنت اسال حضرتك ايضا استاذ حسام، ما تاثير تلك الصفقه على اداء السهم بشكل عام؟
يعني شاهدنا خلال بعد الاتمام مباشره شفنا فيه بعض التحركات الايجابيه والاداء الايجابي لاغلب الشركات التي تم بها الاستحواذ وصعدت وحققت مستويات قياسيه خلال الفتره التاليه اللي بعد عمليه الاستحواذ، وده كان دافع وداعم قوي جدا لمزيدا من عروض الاستحواذ على شركات رائده بالبورصه المصريه او بمختلف القطاعات بالاقتصاد المصري، وتاتي تستمر عروض الاستحواذات على الشركات الرائده في مجالاتها، وطبعا ده بينعكس ايجابا على اداء القوائم الماليه لهذه الشركات، وقدرت ونجحت الشركات في استخدام السيوله الناتجه عن بيع حصص بهيكل ملكيتها في توزيع انشطتها، وبالتالي ده انعكس ايجابا على ادائها المالي، وشفنا فيه تحقيق معدلات نمو في الارباح خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الجاري بالقوائم الماليه لاغلب الشركات. شفنا فيه اداء مالي جيد ونجحت هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو في الارباح مرتفعه جدا، وده اللي بيؤكد ان ما زالت الفرصه قائمه في الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات ارباح مرتفعه بالاستثمارات وضخ مزيدا من رؤوس الاموال بمختلف القطاعات الانتاجيه بالاقتصاد المصري. نعم، أيضا أستاذ حسام، ما هي التوقعات باعتقادك بشأن نتائج أعمال الشركات المدرجة ببورصة مصر وأيضا خطط توزيعاتها بالنصف الثاني من العام الجاري؟ يعني أنا شايف إن الشركات المدرجة، شايف إن فيها يعني بدأت يغلب عليها الأداء الإيجابي، وشفنا فيه أداء مالي أيضا قوي جدا، وده اللي دفع أغلب المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية أيضا نحو الاتجاه نحو فتح مراكز مالية، باعتبار ان البورصة المصرية افضل حاليا افضل اداء للتحوط من ارتفاع او استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وايضا افضل اداء للتحوط من تحريك جديد في اسعار الصرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية. اعتقد ان هناك اتجاه قوي جدا لاغلب الرؤوس الاموال سواء المحلية والاجنبية نحو الشراء بالاسهم او الادوات الماليه عامه في الاقتصاد المصري او في سوق المال المصري. اعتقد ان احنا هنشوف مزيدا من الاداء الايجابي لاغلب الشركات المدرجه بالبورصه المصريه، خاصه مع استئناف برنامج الطروحات الحكوميه الذي اعلن عنه او اعلن عن اهميه تنفيذه واتمامه بالكامل السيد رئيس مجلس الوزراء مطلع الاسبوع الجاري، واعتقد ان احنا نشوف فيه طروحات قويه جدا تستطيع في او تنجح في جذب مزيدا من رؤوس الاموال وعدد كبير من المستثمرين خلال الفتره المقبله، واعتقد ان احنا نشوف مزيدا من الاداء الجيد لسوق المال المصري وزياده مساهمته في الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعه. اعتقد ان ده هيكون يعني حال البورصه المصريه خلال الفتره المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا حققت مجموعه طلعت مصطفى مبيعات عقاريه تعاقديه تجاوزت 93 مليار جنيه خلال 9 اشهر، ما السبب باعتقادك وايضا انعكاس ذلك على اداء السهم والقطاع ككل؟ يعني احنا شفنا عروض من قبل شركه طلعت مصطفى، عروض ترويجيه كثيره جدا خلال الفتره الاخيره، وده اللي دفع مؤشر مبيعات شركه طلعت مصطفى الى الارتفاع وتسجيل مستويات قياسيه خلال العام الجاري، واعتقد ان كان الشركه ليها استراتيجيه جيده جدا في عمليه التسويق والاعلان عن منتجاتها، اعتقد ان كانت نجحت فعلا في تحقيق مستهدف من المبيعات، وده هينعكس ايجابا على الارباح السنويه لهذه الشركه، وهنشوف في طفره كبيره جدا في الاداء في سوق المال المصري، واعتقد ان احنا شفنا فيه تحرك ايجابي جدا وانعكست ايجابي نسبه النمو في المبيعات على اداء السهم وحقق مستويات مرتفعه. اعتقد ان احنا هنشوف مزيدا من هذه الارتفاعات بمختلف الشركات المدرجة وخاصة المدرجة في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة لارتفاع معدلات المبيعات بالتبعية لأغلب الشركات بالقطاع العقاري في البورصة المصرية. نعم، ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية أبدأ مع حضرتك والمشاهدين أستاذ حسام من سوق أبو ظبي والتي ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم، ما تحليلك أيضا أداء المؤشر ومساره المتوقع؟ يعني أنا شايف إن سوق أبو ظبي نجح في الاستقرار، أعلى مستوى دعم رئيسي خلال الفترة الماضية وهو مستوى 9400، وده اللي انعكس إيجابا على أداء المؤشر خلال الفترة الأخيرة، والنهاردة شفنا فيه إغلاق بصعود بأكثر من 41 نقطة بنسبة صعود ما يقرب من 43%، وسجل مستوى إغلاق عند مستوى 9600
607، وايضا نجح في استعاده مستوى مقاومه هام جدا وهو مستوى 9600. واعتقد ان سوق ابو ظبي هو سوق واعد، وبالتالي هنشوف فيه استعاده للقمم التاريخيه الذي حققها خلال عام 22، وتحديدا عند مستوى ال 10500. اعتقد ان احنا نشوف فيه استهداف لهذا المستوى خلال الفتره المقبله، خاصه مع الاعلان عن وجود بعض الطروحات او استئناف الطروحات التي كانت داعم ودافع قوي جدا لمؤشر ابو ظبي للصعود وتحقيق واختراق مستوى ال 10000 نقطه خلال العام الماضي. نعم، ده بالنسبه لسوق ابو ظبي. وبالنسبه لسوق دبي الذي ارتفع ايضا بنهايه تعاملات اليوم، ما تحليلك لاداء البورصه؟ يعني انا شايف برضو انعكاس الاداء الايجابي على الاسواق الماليه الاماراتيه، ده كان دافع وداعم قوي جدا على اداء سوق ابو ظبي سوق دبي المالي. واعتقد ان احنا هنشوف ايضا استقرار او استمرار الاداء الايجابي لمؤشر دبي، وهنشوف فيه استقرار اعلى مستوى، هيفضل مستقر اعلى مستوى الدعم اللي هو 3400 خلال الفتره المقبله، وده هيكون دافع وداعم قوي جدا لمؤشر دبي المالي، وهيكون دافع للمؤشر للصعود وتحقيق مستوى ال 4000 نقطة خلال الفترة المقبلة، وهيكون مدعوم أيضا بمزيدا من الطروحات الجيدة التي تستطيع وتنجح في جذب مزيدا من رؤوس الأموال، وخاصة الأجنبية، الأموال المستثمرة الأجنبية بسوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة. لسه كنت أسأل حضرتك أستاذ حسام على ذكر الطروحات، ما أسباب سعي بورصة أبو ظبي لدعم الطروحات المزدوجة مع بورصة نيويورك؟ يعني احنا شفنا طفره كبيره جدا في بعد اتخاذ القائمين على اداره السوق المالي الاماراتي، وخاصه اعاده هيكله السوق الاوراق الماليه، وشفنا فيه دفعه الحكومه الاماراتيه بطروحات، عدد كبير من الطروحات خلال الفتره الماضيه. دي كان ليها مردود ايجابي على اداء سوق المال، واستطاعت من خلالها جذب استثمارات مباشره وغير مباشره ايضا بالاقتصاد الاماراتي. واعتقد دي كانت من اهم العوامل التي ساهمت في صعود البورصه الاماراتيه، سواء سوق دبي او سوق ابو ظبي، ونجح ساعتها سوق ابو ظبي لتحقيق قمه تاريخيه خلال العام الماضي، وده كان مدفوع ومدعوم بالطروحات القويه، وكانت يعني كان ليها مردود ايجابي ومباشر على اداء الاسواق الماليه. اعتقد ان استمرار او العزم على الاستمرار في طرح مزيدا من الشركات، وخاصة بالقدم المزدوج مع بورصة نيويورك، أعتقد أن ده استهداف أو اتجاه للقائمين على إدارة سوق المال الإماراتية، باستمرار دعم سوق المال الإماراتي واستمراره في دعم الاقتصاد وتنافسه مع الأسواق العالمية أيضا. أيوه طبعا، هو القدم المزدوج هو يعني من ضمن الأدوات التي تجذب مزيدا من رؤوس الاموال الاجنبيه، واعتقد ان القائمين على الاداره في سوق المال الاماراتي كانوا على عزم ان هم يستمروا في جذب رؤوس الاموال الاجنبيه، واعتقد ان دي من ضمن الخطوات الهامه جدا التي سوف تساهم في جذب مزيدا من رؤوس الاموال الاجنبيه في الاقتصاد الاماراتي، سواء المباشر او الغير مباشر ايضا. نعم، وضحت النقطه. بشكر حضرتك استاذ حسام عيد محلل اسواق المال لمشاركته معنا اليوم. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأحمر على معظم أسعار الطاقة، فيما ارتفعت المعادن النفيسة والعملات الرقمية. هبطت أسعار النفط بنسبة 0.83% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 80.62 دولارا للبرميل الواحد. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع استيعاب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية التي أشارت إلى زيادة إمدادات البلاد من الذهب الأسود بالتزامن مع مخاوف نقص الطلب الصينية. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.13% عند 1966 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس بدعم من استقرار الدولار مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل.
على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 2.66% لتغلق فوق مستوى 37,000 دولار. وصعدت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن اقتراب موافقة السلطات الأمريكية على إصدار صناديق متداولة للبيتكوين. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء.